وحول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من جدة الأستاذ عبد الله حميد الدين المختص في الشؤون اليمنية. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. يا أهلا، السلام عليكم. أستاذ عبد الله، كيف تفسر ما حصل اليوم من مواقف بشأن إصرار الرئيس توقيع المعارضة للمبادرة في القصر الجمهوري وكذلك رفض المعارضة لذلك؟ الواقع يعني لم يكن مفاجئا ان لا يوقع الرئيس، يعني المفاجأة كان لو وقع، لانه منذ بداية الاحداث واضح ان الرئيس علي عبد الله صالح مؤمن ان لديه القدرة بان يستمر سواء على صفة رئيس جمهورية او اذا خرج من الرئاسة ان يستمر على صفة شخصية مؤثرة في المسار السياسي اليمني. فلم يكن يعني اي مراقب يعني يدرك طبيعة التوازنات في داخل الساحة اليمنية كان مدركا ان علي صالح لديه من الاوراق ما يكفي لان يستمر، وبالتالي لم يكن مضطرا لان يوقع. هو كان يناور منذ اكثر من شهر وهو يناور، لأن الزمن في صالحه، كلما امتد الزمن كلما تفككت الجبهة المعارضة له، لأنها مكونة من مجموعة شخصيات متناقضة في مصالحها وفي أيضا أطروحاتها وأيضا بينها مجموعة من العداوات الماضية. فعلي صالح يلعب على الزمن وهو يعني يلعب هذا بشكل بارع، في حين أن المعارضة تستجيب لمطالبه خطوة بعد الخطوة، ونرى اليوم كيف الآن هناك تفكك في المعارضة، تفكك بين المعارضة والشارع. يعني هذه المظاهر لم نكن نراها قبل شهر شهر ونصف. المعارضة كانت ترى، عفوا، الشارع كان يرى أن اللقاء المشترك يمثل مصالحه، اليوم الشارع يرى أن اللقاء المشترك خذله. فهذا ما يراهن عليه الرئيس وهذا ما حققه الرئيس. يعني انا اتفاجأ من هو متفاجأ، يعني انا لا ادري لماذا الناس، يعني من يعرف علي عبد الله صالح يعرف انه يلعب هكذا، هذا هو علي عبد الله صالح. نعم، طيب في ظل ذلك وظل رفض الرئيس لتوقيع المبادرة الخارجية، يعني إلى أين ستتجه هذه المبادرة؟ هل تتوقعون أن تصمد أكثر وأن يعود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني مرة رابعة إلى اليمن؟ ربما، يعني الرئيس يدرك انه لم يعد بالامكان ان يستمر، هو يعلم هذا، ولكن في الوقت نفسه يريد ان يقول للاخرين انا اوقع عندما اريد وانا استطيع ان اؤخر وانتم عليكم ان تطلبوا مني ان اوقع، يعني وهذا ما عمله عبر مراحل. في كل مرحله يعني تحول الرئيس من شخص يطلب من الاخرين ان يعطوه شروط معينه الى اللعبه الان انقلبت، صارت الان المعارضة تترجى الرئيس أن يوقع، وبالتالي هذه قد تكون مناورة منه بحيث يرسل رسالة واضحة أن هو الذي يقود الأمر وليس منقادا له، وبالتالي ربما يعود الأمين العام لمجلس التعاون وربما يوقع الرئيس، ولكن يوقع وقد أرسل رسالة واضحة أنه باق ومستمر في الساحة السياسية وليس منسحبا منها كما تريد المعارضة أو كما يريد بعض الأطراف في الشارع اليمني. طيب برأيك أين نحن من تصريحات الرئيس علي عبد الله صالح يعني من حدوث حرب أهلية كما قال؟ هذه حقيقة كاملة، يعني لو علي عبد الله صالح يملك من الأوراق ما يكفي لأن يحدث حرب أهلية لو أراد، ولأن يصمد لو حدثت حرب أهلية. اليمن منقسم اليوم، لا نستطيع أن نقول أن الرئيس أن من حول الرئيس تخلوا عنه، يعني هناك أطراف متعددة ترتبط مصالحها بالرئيس ارتباط عضوي ولن تتخلى عنه، وهناك أطراف تخشى من صعود المعارضة وبالتالي تتمسك بالرئيس خشية من صعود الطرف المعارض. فهناك يعني احتمال حدوث حرب أهلية حقيقية لو الأمور فلتت، ويبدو أن هناك نوع من توازن الرعب بين الأطراف المعنية في اليمن. توازن الرعب من حرب أهلية هو ما يعني ربما يحمي اليمن من الانجراف أو الانزلاق إلى هذا نعم المحتمل. نعم أستاذ عبد الله حميد الدين مختص في الشؤون اليمنية حدثنا مباشرة عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.